مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من برنامج جماشات وأهم الموضوعات والتقارير اللي اهتمت بها الصحافة العالمية والصحافة المصرية الصحافة العربية عفوا النهاردة. خلينا نبدأ بالشأن المصري واهتمام بلومبرج بالاقتصاد المصري والعنوان يقول الصعود الأبطأ للأسعار منذ تعويم الجنيه. تحديدا بلومبرج تتحدث في هذا التقرير عن ما اسمته وتيرة صعود في معدل التضخم داخل مصر اللي انخفضت للشهر الثالث على التوالي مما يمنح ما اسمته مجال للتنفس للحكومة المصرية. تحديدا بلومبرج تتحدث في هذا التقرير عن تأهب مصر لتسريع وتيرة الإصلاحات اللي سببت صعود في الأسعار بطبيعة الحال وأضعفت قيمة الجنيه مقابل الدولار لأكثر من النصف منذ قرار التعويم، وبالتالي ارتفعت الأسعار على المستهلكين بنسبة 1.7% في إبريل مقارنة بالشهر السابق في صعود هو الأبطأ منذ شهر أكتوبر الماضي. بلومبرج تتحدث عن ارتفاع التضخم وبتقول ارتفاع التضخم بشكل عام هو بيمثل التحدي الكبير لصناع القرار داخل مصر اللي وصفوهم بأنهم حريصين على المضي قدما في برنامج إعادة هيكلة اقتصادية بموجب الاتفاق مع صندوق النقد، ولكن هناك يعني بعض التخوفات أن يتسبب ذلك في وضع مزيد من الضغوط على كاهل المواطنين في مصر. بيتكلموا أن السلطات المصرية بتحاول كبح زيادة الأسعار المعتادة تحديدا في شهر رمضان من خلال تعزيز دعم الغذاء والإعلان عنه في أكثر من برنامج. أيضا يتحدثوا عن ما قاله صندوق النقد الدولي من أنه يعمل مع الحكومة المصرية من أجل محاولة تقليص التضخم، وأنه عدد من المسؤولين في صندوق النقد الدولي اقترحوا أن زيادة أسعار الفايدة ربما تكون إحدى الوسائل المطلوبة لتحقيق هذا الهدف. ولكن أيضا التقرير في بلومبرج يتحدث أنه خبراء الاقتصاد بعضهم لا يحبذ وجهة نظر الصندوق المتعلقة بزيادة سعر الفايدة، وحتى الآن لم يتم اتخاذ قرار في هذه المسألة.